بيك. اهلا بيك. خلينا في البدايه كده نتكلم، وحابين حضرتك تعرف الناس اكتر عن دوري مراكز الشباب طبعا اللي كان بيقام النهائي بتاعه امبارح. بالتأكيد دوري مراكز الشباب دي النسخة التاسعة، يعني ليه 9 سنين يقام دوري مراكز الشباب. من أهم، من وجهة نظري، من أهم الدوريات اللي موجودة في مصر وفي الوطن العربي، نظرا لأن هو بالفعل بياخد مكان الكشافين بتوع زمان. دوري مراكز الشباب بيجمع ما يقرب من 17,100 لاعب من 525 5000 250 فريق. لا، جميع محافظات مصر جميع محافظات بتمثل فيه. الجميل اللي فيه ان هو بيشارك فيه كل من له موهبه، سواء في قريه او نجع او مركز، يكون منضم لمراكز الشباب. اذا مراكز الشباب، دوري مراكز الشباب، وده الوزير الدكتور اشرف صبحي اعلن اكتر من مره ان هو مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين في مصر، وده من ضمن سلسلة تنمية الشباب داخل محافظات الجمهورية. حضرتك قلت ان دي النسخة التاسعة من دوري مراكز النسخة الشباب، التاسعة. شايف ايه أهمية او اوجه الاستفادة من إقامة دوري لمراكز الشباب طبعا في كل قرى والمحافظات زي ما حضرتك ذكرت، شايف ايه اوجه الاستفادة اللي ممكن نطلع بيها من حاجة زي كده؟ اولا دوري مراكز الشباب ده استخراج باقات الشباب، اكتشاف مواهب جديدة احنا بعيد عننا، ونظرا لعدم وجود كشافين زي زمان لما كانوا بيكتشفوا في القرى والنجوع والمدن والمحافظات المختلفة. دوري مراكز الشباب بيقوم بنفس الدور. انا بشايف ان برضو من اهمية دوري مراكز الشباب ان هو بينمي الشاب وبيثقفه بجانب اكتشاف موهبته او ممارسته للرياضه، لان ممارسه الرياضه في حد ذاتها ده هدف لشباب مصر كله. اكيد. فاذا كان في ممارسه رياضه بجانب تنميه الوعي الثقافي عنده، ده كله بيصب في تنميه المجتمع، مجتمع صالح لشبابنا. فانا شايف ان دوري مراكز الشباب ليه اكتر من دور واكتر من اهميه، ليس فقط محصور على كره القدم فقط، ولكن احنا بنساعد، او الدوري بيساعد الانديه في اكتشاف المواهب اللي ممكن تساعدهم. وعايز اقول لحضرتك يعني الرقم يمكن ما فيش حد كتير يعرفه، ان في 108 لاعب تم اكتشافهم وتم انضمامهم لانديه مختلفه، سواء في الدوري المصري الدوري الممتاز او في دوري الدرجه الاولى ده. طب رائع. من ضمنهم اشهر واحد كان محمد عنتر لاعب الزمالك، جاي من مركز شباب اسيوط. في لاعب من دسوق، مركز شباب دسوق، لسه منضم السنه دي للنادي الاهلي. عدد من اللاعبين من دوري مراكز الشباب تم انضمامهم بالفعل لانديه الدرجه الاولى وانديه الدرجه الثانيه، وده الدور، يعني احد الادوار لدوري مراكز الشباب.